السلام عليكم. ان شاء الله شيوات نادية الفاسية اليوم غادي تقدم لكم صابلي على الاشكال اللي غادي نحتاجوا له 4 ديال الزبدة لينة يعني مارغرين، وغادي نحتاجوا 250 غرام ديال السكر كلاسي، وغادي نحتاجوا 2 بيضات وواحد 2 خنيشات ديال الفاني. اللي ما بغاش فاني يدير فاني وحده ويدير واحد الحكه ديال شي حامضه يعني تعطيه التنسيمه، دا تعطيه واحد لوغو زوين على حسب الاختيار كل واحد وشنو كيبغي يخدم. عندنا كاس ديال الزيت عنبه يعني كاس العرب، هذا بالنسبه لكاس متوسط صغير ماشي بزاف. عندنا الشكلاط اللي غادي نحتاجو للزواق، وعندنا هاد البلاستيكات اللي غادي نديرو فيهم نخبو فيهم الشكلاط، وباش غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموهم باش غادي نديروهم في الكونجيلاتور. دابا الطحين، الدقيق عندي 750 غرام ما حطيتوش دابا حتى نجي نخلط عاد نزلو، 750 غرام. يلا نبداو على بركه الله. دابا خدينا 2 بيضات اللي قلت لكم عليهم، غادي نزيدو عليهم فاني، غادي نزيد السكر كلاصي 250 غرام، غادي نخدموهم مزيان. صافي هو رجع كريم، غادي نزيدو له الزيت. غادي ناخدو الزبدة حتى هي غادي نزيدوها، حتى هي غادي نخدموها مزيان مع هادشي. صافي هي الزبدة تخدمات مع الدقيق مع السكر. دابا غادي نجمعو الدقيق ونحاولو اننا ما ندلكوش، يعني اننا نجمعو هادشي بشويه هكا، يعني كل ما دلكتو كل ما الزبدة كتطلب منكم الدقيق. وانا عاطياكم العبار خصكم يبقى نيشان باش كتجي ديك الصابلي هشيش، يعني كل ما زدتوه الطحين بزاف يعني غادي يجي الصابلي قاصح يعني بحال شي كاطو عادي، وانما الصابلي خصو يكون داخل فيه القياس ديالو الدقيق ديالو، ما يكونش عامر بالطحين، يعني هو الصابلي هو الزبده باش كيجي يفتي وهشيش. هي بالخاطر فاش تحسوا به انه تجمع لكم الزبده تجمعات هتحبسوا يديكم وتدخلوها الثلاجه تقبط راسها مزيان باش كتساعد على الخدمه. هانتوما كتشوفوا كل ما انا كندخل الدقيق كل ما هي كتبغي اكثر، انما حنايا غادي نحبسوا لها في واحد الوقت. راني كنت نزلت واحد الصابلي اخر على واحد الشكل نفس المقادير ديال الصابلي، يعني كان كيصدق لي ناجح، وانا كنوريكم هي الاشكال. هانتوما شفتو كي كيتشمع، صافي راه عارف هو البراسو وعارف القياس ديالو اللي بغا. دائما كنعطيكم القياس نيشان باش ما تعدوش. راه ماشي كل واحد كيحط الوصفات كتكون ناجحه،
وانما انا ما كندخل عندكم ونحط لكم الحاجه الا ما انا مجرباها وكنديرها ليا ولوليداتي، يعني ناجحه 100%. صافي هذا هو القياس، غادي نخليها تشرب لان الطحين كيشرب. دابا غادي نضف هذا المكان وغادي نرجع لكم. صافي دابا هاني كملتو، ها هو تجمع نفس القياس ديال الطحين اللي درت له، جمعتو وقديتو في هذه البلاصه ديالو. دابا غادي ندخلو للثلاجه، غادي يقبط راسو مزيان يبرد باش يجينا من الثلاجه، ما يبقاش يكون ما يكونش كيتلصق لنا مع الدلاك. ودابا غادي نحطو يبرد ونرجع لكم. ودابا غادي ندوزو ندوبو الشكلاط. دابا غادي ناخذ الشكلاط، عندي هاد الشكلاط فيه 100 غرام، وهاد الشكلاط هذا عندي انا خديت 6، كنبغي ندير اكسترا يعني باش ما نوقفش. انا دابا غادي ندير فيه 600 غرام، يعني زدت واحد طرف 600 غرام ديال الشكلاط. شوفوا نتوما انا خديت ديك الحار، كاين اللي ديال الحليب اللي ما تيكونش حار، وكاين الابيض، نتوما على حسب الاذواق ديالكم. انا غادي نديرو، بغيتو ديرو في حمام مريم ديروه، بغي اللي عندها ميكرو هونت ديرو، ويكون الشكلاط خاص بالحلويات باش كيدوب دغيا. انا غادي ندير هذا في ميكرو هونت، نشوف واش غادي يدوب ليا دغيا، والا ما دابليش غادي نكملو في حمام مريم، ومن بعد غادي نرجع لكم باش انا غادي نديرو له واحد الشي شويه ديال الزيت باش غادي يعطينا الشعله، اولا داك البريون باش نخويوه في ليمون. يعني هذا راني نقردو لكم وغادي ندوبو. راه اي وحده كتعرف تذوب الشكلاط كدير كاسرونه من التحت وكدير كاسرونه ثانيه التحتانيه كتكون فيها الماء، وكدير فوق منها الاخرى وكتخليهم يذوبوا على خاطرهم. بعد ما كيذوبوا كدير لهم واحد الشي شويه ديال الزيت باش كتخلي فيه داك البريون، اولا ميكرو هوند على حسب. راه حتى ميكرو هوند ولا دابا عالم السرعه، ولا كيدغيا يخدموه الناس تيذوب دغيا. صافي دابا غادي نذوبوا وغادي نرجع لكم. دابا انا هنا هنايا درتو في حمام مريم، درتو في ميكرو هوند اولا ماغنيترون بالنسبه للناس ديال هولندا. دابا غادي نزيد له واحد شي شويه ديال الزيت، غير شي شويه، وغادي نحركو. هانتوما شفتو، دابا انا غادي نعمرو في هادي باش نرجع معاكم ونعمرو في ليمول. تخوي في هادي باش كتجيني سهله، دايره بحال المحقن. اللي شاط نردو لهنا، غادي نشد على هادي هكذا. كيمكن اللي ما عندوش هادي يقدر يدير بالمعلقه، انا غير كان حاسه كنعطيكم افكار وصافي، ماشي ضروري خص هادشي يكون واجد في الدار. المهم الفكره كنعطيها لكم وصافي. دابا غادي نقبط وغادي نبقى كندير هكا باش كتجيني سهله، كيمشي على حسب داك الزواقه اللي عندنا. دابا الحكمه فاش كندير هادي يعني ما كتخرجليش، ما كتخرجليش ديك الجناب مفرفشين، يعني كتجي مزيونه هكذا. انا غادي ندير لهم هكا كلهم، انا وريتكم هي الفكره.
واللي كانت خاصها مازال تزيدوها، هذه تزيدوها. كتبقاو هكذا فكتحصلوا على داك كتقطع كاع كلها. دابا هذه غادي ندخلها للمجمد وغادي نخليها. دابا غادي نمشي لكم للشكل الثاني ديال الكورني. هذا عندي حتى هو الكورني. شتي كي كتجي سهله هاد القضيه ديال هاد المول هذا. دابا غير وريتكم الفكره. هذا ديال الكورني، هذا ديال وعندي الخميسه حتى هي غادي نديرها. المهم على حسب شنو غادي يعطيني هذا الشكلاط. وعندي هذه الزواقه هذه ديال الشميشه. المهم انا غادي نكمل هذا الشيء كامل. انا وري لكم الخميسه كي كتجي، حتى هي كتجي هكذا. نكملهم وندخلهم للمجمد باش نمشيو نصوبو الصابلي. الا خرج لكم الجناب ما تحاوليش انكم تقولوا راها ضاعت، هي انكم قادوها. معليش صبعنا راه يدينا كيديروا كلشي. هانتوما هانتي خميسه. المهم هذا الجنيب راه يطبع صافي. كندخلهم المجمد وغادي نكمل هادشي هذا ونرجع معكم مع الشكل ديال الزواق ديال الصابلي. دابا صافي غادي نبداو الصابلي. غادي نجيبو من الثلاجه. هانتوما شفتو كيقبط راسو مزيان. هانتوما شفتو ما بقاش فتي. انا غنقسمو على جوج باش ما اولا على اللي بغيتو نتوما على الجهد اللي بغيتو وجمعوها باش تجيكم دائره. حاولوا ما تقبطوهاش بيديكم بزاف لانها كل ما هي حسات بالحراره ديال هاد الكاغيط تيساعد. منين تخرج لكم العجينه هذه من هنا حاولوا تجمعوها وديروها في الجهه الاخرى وتردوه للثلاجه الاخر باش يجيكم ساهل. يجيكم قاد راكم عارفين السمك ديال الصابلي. بغيتي ديروه دوبل غادي ديروه دوبل، بغيتو ديروه مباشره فوق منه الشكلاط راه غادي ديروه مباشره فوق منه الشكلاط.
غادي نرد هذا الثلاجه باش ما يسخنش. هذا هو السمكان اللي بغيت في هذا. عندنا الشكلاط ديال الكورني وهذا الكورني، غادي نقبطو وغادي نديرو هكذا. نحاولوا اننا نجيبو شي شويه ديال الطحين. دابا غادي نجيب قطعه ديال الفرماج ولا شي باله عندكم، حتى هي غادي ندير لها الدقيق يعني باش ما تلصق لكمش عجين عليها. وغادي نضربو ديريكت بالزربه هكذا ونطلعوه هكذا. عرفوا بان الصابلي راه فيه الخدمه. ها نتوما كيفاش كتشوفوا غتحطوها هنا باش ما تعجبكمش. نزيدو عاوتاني حدا اخرى، نحاولوا نزولوا هاد الجنيبات اللي هنا لاصقين. وحاولوا انكم اللي ما ديروش بزاف هكذا. انا غير وريتكم الزواق لان انا غادي نولي نتابع باش نكمل ونرجع لكم. انا ما ديروش هادشي كله وتسناو حتى، لان غادي يسخن وغادي بكل يمكن له يعذبكم. ديروا جوج بجوج وانتم غاديين. ولا قدات على هاد الفكره ديرها، يعني غادي تبقى كتسخن لها العجينه. انا وريتكم هي اللي الزواقات اللي غادي نخدم. هانتوما شفتوا كيف كت غادي نهز عاوتاني هاد مربع. شتي كي كنقول لكم كيسخن، من الاحسن ديرو كل وحده بوحده. هانتوما هاد المربع هادي معليش راه مازال مزيانه هكذا. هادي ما صدقاتش. هادي الخميسه، ها نتوما شفتوا الخميسه. دابا غادي نكملهم وغادي ندخلهم للفران مده ما كاملاش 10 دقائق لان الصابلي دغيا كيطيب. تيكون واجد ما يتحمرش، يبقى ابيض حيت هو ما تيتحمرش باش كيجي المنظر ديالو زوين. دابا ها نتوما، ها نتوما شفتوا الصابلي اللي غادي ندير دابا حاليا. ومن بعد غادي نرجع لكم بعد ما غادي ندخلو يطيب لمدة 10 دقائق على درجة الحرارة 175 ومن التحت ومن الفوق وما يكونش محمر باش يجي زوين. يلا انا معكم. صافي هنا من بعد ما دخلتهم الثلاجة هانتوما كتشوفوا الزواقة ديالهم. هذه هي الزواقة ديال هادي، وهادي هاي ديال الزواقة، والكورني هذا هو الزواقة ديالو، والخميسة هادي هي الزواقة ديالها. دابا غادي ناخدو شي جبانة. باش نحاولوا اننا اللي زولناها نحطوها في الثلاجه. ها نتوما شفتوا باش نحطوهم في الثلاجه حتى نبغيو نخدموهم. لان هما غير كيعاد يخرجوا من الثلاجه غادي يتفكوا راسهم من فاش كيدير واحد الضبابه من لهنا، عرفوهم انهم تفكوا من التحت. انا مازال مستمره في الصابلي، هي رجعت باش نكمل معاكم هادو. قوم بسرعه انكم ديروهم في الثلاجه، ومن بعد منين تكمل لكم الحلوه. ها نتوما شفتوا الكورني،
دابا هكا غادي نكونوا ندخلهم كلهم الثلاجه باش ما يتطلقوناش ونرجع لكم. صافي هذا هو الصاب اللي من بعد ما طيبته هكذا كيجي. ها هي دي المربعه، ها هي دي ديال الخميسه، هذه ديال الكورني وشي الاخر. صافي كلشي بحال بحال. دابا غادي ندوزو كيفاش غادي نديرو نزوقو هادشي. صافي دابا كملت كلشي، هذا الشكلاط هو عندي واجد. دابا عندي هذا ما بغيتش نديرلو ديك كلوكوز ولا نديرلو شي حاجه. عندنا واحد لا كونفيتور كيقولوا له لا كونفيتور دولي، يعني الكونفيتور ديال الحليب، يعني في الناس ديال اوروبا هذا عندهم موجود، هانتوما شفتوا كي داير من الداخل. ولكن بالنسبه للمغرب غادي يجيبوا نيسلي، ولا ما كانش عندهم داك الشيء الاخر اللي باش يلصقوا يجيبوا نيسلي ويديروا له يطيبوه، ولكن ما يخدموه يلا كيدفى ماشي حتى يقصح ولا يعقد، ولا ما يطيبوش بزاف الكوكوت باش ما يرجعش بحال الفلون. يعني هكا غادي يكون خفيف هكا وداري بحال هاد الشكل هكا. يعني هانتوما راه تيكون فاش كيطيب نيسلي راه تيكون بحال هاد الشكل هكا. غادي نقبطوه، غادي ندهنوه هنايا باش غادي يعطينا واحد النسمه زوينه، واحد التعليكه. غادي نقبطو هاد لي وغادي نحطوها فوق منا هنا. كذلك غادي نقبط الخميسه، هادي تجي واحد النكهه زويونه ديال النيسلي وكتلصق. لا يقولوا الناس انها ما تلصقش، كتلصق مزيان. هادو الجناب واخا يتقاسوا لكم لا شي حاجه لاننا غادي نغطيوهم. مسح يدي شويه لان الشكلاط خصكم تحاربوه نتوما كتخدموا، ما تخرجوش الكميه كلها، خرجوا شويه بشويه باش ما تلصق لكمش. هذا الكورني عندي راهم مخلطين هنايا، هذا الكورني غادي حتى هو غادي ندير له نفس الشيء وغادي نحطو هنا. هانتوما كتشوفوا الا كان شي فائض يمكن لكم تزولوه. صافي هكا كنكونوا كنديروا هاد الشكيلات هكا بثلاثه. دابا غادي ندوزو باش غادي نغطيو لهم الجناب، غادي نقدم لكم كيفاش غادي نصوبهم. صافي هنا كملت العناصر كامله، هانتوما شفتو كيجي الشكيل كلها. دابا حنا عندنا هنايا بالنسبه لهاد عندي الجناب غادي نزوقهم بالكاوكاو او النوا اللي على حسب اللي عنده. انا ضروري تندير لكم دائما وصفات بسيطه واقتصاديه، يعني الانسان خصو يخدم شي مسائل واخا ما تكونش كتدخل، حنا نطوروها ونرجعوها انها علاش ما تستاهلش انها تداش. بالنسبه ما عنديش ناباج، ما كيتباعش عندنا هنايا حنا في اوروبا. وبالنسبه ما بغيتش ندير العسل، في المغرب كيتباع عندهم الناباج، كيتباع عندهم هادشي واجد مقطع ناضي عند مانين الحلويات. بالنسبه ليا هنايا غادي قبضت لا كونفيتور ديال مشماش وقبضته، وعندي ماشي ما فيه طراف وانما درته في كاسرونه وزدت عليه واحد شويه الماء ودرت معاه واحد طويبه السكر باش عطاني هاد الختوريه هادي. جا بحال الشكل ديال الناباج، يعني باش ما نتوقفوش ونقولوا اننا وقفنا ما عندناش ديك الحاجه ما نديروهاش. ولكن كيف عطيت لكم الفكره ديال نيسلي، حتى هو نيسلي بلا ما نديروا الناباج حتى هو فكره مزيانه. غادي نقبطو غادي نديرو هكذا في الجناب، يعني الحلويات اي حاجه راه كتعجبنا. هانتوما شفتوا الفكره جات زوينه وبسيطه. نحطها في الجنب، نجيبو غادي ندهنو غير هكا، نبقاو غاديين معاه متابعين ما خاسرين والو. عاوتاني نقبطو هادي الجناب، غادي نزيد هاد المشيميشه الشميشه ولا وريضه. كاين اللي بغي يزوق بجوج ديال اللوانات بيض والشكلاط، يعني انا خليته باين باش يبان لكم على حسب. عندي جوج ديال، عندي شكل واحد فيه البيض باش ما يتخالط لكمش. ها نتوما شفتوا هكا غادي نستمر حتى للنهايه، ومن بعد غادي نقدم لكم الشكل النهائي.
صافي، هذا هو الشكل النهائي من بعد ما كنكملوها، وكيجي بسيط، وكنتمنى يعجبكم. وما تنساوش تشاركوني على القناة ديالي شهواتنا ديال الفاسية، وبالصحة والراحة.